السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة الفيديو الباشمهندس أحمد عبد الوهاب معي. أنا آيفون 6 فيه خطأ 9، تمام، هو مشكلة الأيبروم. عملنا جمبر، سوينا جمبر من مكان المقاومة للطرف الثاني لعند المقاومة اللي هي الآي تو سي، اللي هي حنشوفها على المخطط. المقاومة الثالثة اللي هي مسار اي بي تو اي تو سي كلوك، تمام، مرتبطة مع الابروم المقاومة من الطرف السفلي، تمام، اي تو سي كلوك. الان هنركب الجهاز ونشغل ونشوف حيشتغل معنا. اذا ما اشتغل حنعطيه سوفت وير للتأكيد، نشوف الجهاز حيفتح. بس نرفع السلك، جاي مكانه غلط الجمبر. احنا بعد التأكد انها ضبطت وفتح الجهاز بإمكاننا بعدين نعمل جمبر مظبوط ونحط عليه UV. تمام، هذا هو، ونوصل باور تمام. هذا هو، كبر الشاشة. الآن نشغل ونوصل على الكمبيوتر. تمام، الجهاز معنا على وضعية الريكفري مود. نروح على برنامج الاي تيونز، ننزل نختار ريستور. تمام، هنا لازم يبدأ ياخذ سوفت وير. بدأ ياخذ سوفت وير.
هذا هو الجهاز فتح معنا تمام. راح نفعل بس البصمة في الشاشة. هذا الجهاز فتح معنا بالكامل. الآن نتأكد بس إن هالعملية شغالة مظبوط. هنفصل تمام ونطفي الجهاز ونرجع نشبك تمام ونشغل نشوف حيشتغل معنا. فتح معنا وللتأكيد هذا هو الجهاز تحت الميكروسكوب. نشوف هذا هو الجمبر وكل التحية. هاي الشاشة شغالة وكل التحية لعميد الصيانة حبيبنا أحمد عبد الوهاب. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.